هو لاعب عالمي، وقال ان زي ما كان في مصر بالنسبه له افضل اثنين لعيبه كابتن محمود الخطيب وكابتن محمد ابو تريكه، ومحمد صلاح بالنسبه له ثالث لاعب او ثالث افضل لاعب مصري هو اتفرج عليه او بيتفرج عليه. وكنا نتكلم معاه ونستعرض ونعرف ان بس مش محمد صلاح هو خارج التشكيله المثاليه، لا ده ايدن هازارد هو كمان خارج التشكيله المثاليه. هنقول لحضراتكم في الاخبار مدى اعتراض يورجن كلوب ونادي ليفربول على خروج محمد صلاح وايضا على خروج ايدن هازارد من التشكيله الاساسيه. طيب هنحاول نجيب الكابتن عزيز بودربالة مره ثانيه على التليفون، لكن في صعوبه في الوصول للكابتن عزيز بسبب وجوده في منطقه جبليه في المغرب، لكن بنشكره لحد ما يرجع تاني. لو ما رجعش تاني ان شاء الله نحاول نجيبه في حلقات تانيه. نبدا معاكم الاخبار بقى سريعا علشان نعرف حضراتكم ايه اللي موجود في الصحافه العالميه والاخبار العالميه، ونبدا معاكم بيورجن كلوب. ويورجن كلوب غاضب بشده عن غياب محمد صلاح عن التشكيله المثاليه للدوري الانجليزي. كلنا زعلانين، مش بس يورجن كلوب. ويورجن كلوب طبعا بعد الاعلان اللي تم من رابطه المحترفين الانجليزيه عن 6 لعيبه من مانشستر سيتي و4 من ليفربول، مفيش ما بينهم محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي الموسم الماضي وافضل لاعب في الدوري الانجليزي الموسم الماضي وايضا هداف الدوري الانجليزي الموسم الحالي. 4 لعيبه من ليفربول وفيرجيل فان دايك والكسندر ارنولد واندرو روبرتسون وساديو ماني. وكلوب قال في اخر حديثه قبل لقاء هادرسفيلد وفي المؤتمر الصحفي للقاء هادرسفيلد، قال صلاح كان يستحق التواجد مره اخرى ضمن القائمه. طبعا هو ابرز هداف في البريمير ليج وسجل الكثير من الاهداف المهمه بالنسبه لي. نروح بقى لتشيلسي، وايضا بيان غاضب من تشيلسي بعد استبعاد ايدن هازارد من الفريق المثالي للدوري الانجليزي. تشيلسي اصدر بيان شديد اللهجه اعرف فيه عن استغرابه من استبعاد نجمه البلجيكي ايدن هازارد من قائمه الفريق المثالي للموسم الحالي واللي اعلنتها رابطه اللاعبين المحترفه في انجلترا. طبعا النادي قال ان هازارد بيقدم افضل مواسمه حتى الان، وبيشير الى انه اكثر اللعيبه اسهاما في الاهداف بالدوري الانجليزي في الموسم الحالي برصيد 29 هدف، سجل 16 هدف وصنع 13 هدف. برضو دي علامه من علامات الاستفهام الكبيره جدا، عشان ما حدش يقول ان احنا بنتكلم ومتعصبين لمحمد صلاح. ما ينفعش هازارد ومحمد صلاح يكونوا مش موجودين حتى لو هم مش مؤثرين مع فرقهم الموسم الحالي، حتى لو محمد صلاح مش مؤثر. طب ايدن هازارد ايه علامات الاستفهام او ايه اسباب ان هو تم استبعاده من قائمه الافضل في الدوري الانجليزي افضل 11 لاعب؟ هازارد بيتفوق على نجمي مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج واجويرو اللي ساهموا في 27 هدف وموجودين في التشكيله المثاليه. ايمانويل إيديبايور، رونالدو سجل 3 اهداف بشوط واحد فكاد ان يقتله مورينيو. ده بقى حاجات لو نرجع بالزمن لورا بقى، المهاجم الافريقي ايمانويل إيديبايور احد المواقف التي لا يزال يتذكرها بشان تعامل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لما كانوا موجودين مع بعض في ريال مدريد. إيديبايور كان موجود في النص الثاني من موسم 2011 مع فريق ريال مدريد وسجل 8 اهداف في 22 مباراه قبل ما ينتقل لصفوف توتنهام. وكان في حديث مطول لموقع goal.com مع طبعا إيديبايور، وقال ان المدرب السابق لريال مدريد مورينيو طبعا في احدى مبارياته كاد ان يقتل رونالدو بالرغم من تسجيله لهاتريك. وقال ان إيديبايور قال ان مورينيو كان عصبي جدا، وقال ان هو يتذكر في احدى المباريات لما انتهى الشوط الاول ب3 اهداف مقابل لا شيء، والاهداف دي كان سجلها رونالدو في فتره الاستراحه، كان غاضبا جدا وضرب يعني ثلاجه الميه برجليه ورمى التلفزيون على الارض ورمى الازايز على الارض، ولما كانش مقتنع تماما باداء بعض اللعيبه. وده واضح ان مورينيو مدرب ما بيرضاش باي حاجه وانك صعب تقنعه باي شيء حتى لو كنت مسجل 3 اهداف او لو حتى كنت منتصر. ودي سبب من اسباب ان في بعض الحساسيه ما بين لعيبه معينه وما بين مورينيو في الفترات السابقه، وده بيصعب على مورينيو من توليه المسؤوليه في الفترات القادمه. الانديه الاوروبيه تبحث تعديلات دوري الابطال المثيره للجدل، في كلام على ان هيكون في تعديلات لدوري الابطال بدايه من العام 2024، وده الكلام اللي كان موجود من يعني الاتحاد الاوروبي ولجنه الانديه اللي بيرأسها انيلي وهو رئيس نادي اليوفنتوس. لكن بنتكلم على بعد 3 سنين، هل ممكن دوري الابطال يتم التعديل ويتعمل بطوله زي دوري الامم الاوروبيه، يكون في بطولتين، بطوله للانديه القويه وبطوله يشارك فيها الانديه
اللي موجودة في منتصف الجداول لإعطاء كل الفرق حقها في المشاركات الأوروبية. لمسة سانشيز الواحدة تكلف مانشستر يونايتد 500,000 جنيه استرليني. طبعا أليكسيس سانشيز واحد من نجوم الكرة العالمية، لكن حظه سيء جدا مع فريق مانشستر، واحتمال كبير انه ما يكونش موجود في نهاية الموسم. طبعا أليكسيس سانشيز ما اقنعش سولشاير بقدراته من خلال وجوده في الموسم الحالي، كان عنده مشاكل مع مورينيو، لكن لما جه سولشاير قلنا خلاص ان أليكسيس سانشيز هيعود من جديد، لكن اللاعب في مباراة مانشستر سيتي واللي شارك لمدة 12 دقيقة لمس الكرة فيها لمسة واحدة فقط، واللمسة لم تكن حتى مؤثرة، واللمسة دي كلفت بس يعني أليكسيس سانشيز 500,000 جنيه استرليني. مرتب أليكسيس سانشيز أسبوعيا بيصل إلى 500,000 في الأسبوع، يعني 2,000,000 في الشهر، وبالتالي أليكسيس سانشيز عبء كبير على إدارة مانشستر. الفيفا يوقف 8 لاعبين على خلفية تلاعب بالنتائج. أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عقوبات مدى الحياة بحق 8 لعيبة حاليين وسابقين، بالإضافة إلى وكيل أعمال على خلفية إدانتهم بالتلاعب بنتائج المباريات. وشملت قائمة اللاعبين الموقفين عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة قدم القائد السابق لمنتخب سيراليون ومدافع ترينداد وتوباكو السابق، دول حاولوا يتلاعبوا بنتائج مباريات دولية. أيضا القائمة شملت لعيبة من بنين وأفغانستان وكوبا، وبالإضافة إلى وكيل أعمال من زيمبابوي، وتم إيقاف لاعب من كينيا لمدة 10 أعوام وتغريمه مبلغ 15,000 فرنك سويسري. والاتحاد الدولي قال في بيان إن إيقاف هؤلاء يأتي بعد تحقيق واسع النطاق أجراه الفيفا على مدى أعوام عبر وحدة النزاهة التابعة لها وبالتعاون مع المعنيين والسلطات. تبرئة الرئيس السابق لبرشلونة روسال من غسيل الأموال، قلنا لحضراتكم ان هو في فقره اغلفه الصحافه العالميه قال انا سعيد جدا، ده رسائل قدام حضراتكم على الشاشه، هو الرئيس السابق لنادي برشلونه، وبرأت محكمه اسبانيا ساندرو روسيل الرئيس السابق نادي برشلونه لكره القدم من تهمه غسيل الاموال، واللي اوقف احتياطيا بسببها في 2017 وتم الافراج عنه تحت مراقبته قضائيا مع بدء المحاكمه في فبراير الماضي. والاتهام اللي كان موجه الى روسيل وزوجته وأربع أشخاص آخرين بغسيل الأموال على نطاق واسع في مبلغ يقدر على الأقل ب 20,000,000 يورو من عام 2006. طبعا طلب الادعاء سجن ساندرو روسيل كان فيه كلام ان او الادعاء اللي موجود في المحكمه كان طالب بسجن روسيل 11 عاما وتغريمه 59,000,000 يورو، لكن تم تبريء روسيل رسميا. رونالدو يطلب خليفته بالاسم والوكيل المشترك يسأل الصفقة كريستو. طبعا رونالدو واضح ان زي ما حضراتكم شايفين دي الموهبة البرتغالية جوا فاليكس لاعب بنفيكا، ورونالدو طالب من إدارة اليوفنتوس التعاقد مع اللاعب اللي هيكون موهبة كبيرة جدا جدا في من خلال الفترات القادمة. فاليكس او جوا فاليكس عنده 19 سنة متألق جدا مع فريق بنفيكا السيتي بقى والباريس سان جيرمان وريال مدريد بيحاولوا ان هم يتعاقدوا يتواصلوا مع اللاعب، وسعره هيوصل من 100 لـ120,000,000 يورو. 22 مباراة لعبها في الدوري البرتغالي سجل 13 هدف وصنع 7 وأصبح أصغر لاعب بيسجل ثلاثية هاتريك في الدوري الأوروبي بعد ما كان الرقم مسجل بسيرجيو أجويرو في عام 2007 مع أتلتيكو مدريد الأسباني. طيب آخر خبر موجود معانا هو خبر في يعني اللعبات الأخرى واللعبات المختلفة، قتال خارج الحلبة بين أعظم عدائي المسافات الطويلة. زي ما حضراتكم شايفين إن كان في تبادل العدائين البريطاني مو فرح والإثيوبي هايلي، اتهامات تتراوح بين السرقة والاعتداء بالضرب، وسط تلميح بأن القضية سترفع إلى القضاء، وده قبل أيام من خوض البريطاني دمار ماراثون لندن، يعني في ماراثون كبير في لندن الايام اللي جايه، وواضح ان في مشاكل ما بين العدائين اللي قدام حضراتكم على الشاشه. لكن يعني الاثنين نجوم، واحد منهم توج بذهبيتي سباق 10,000 متر في اولمبياد اتلانتا 96 وسيدني 2000، وطبعا والاخر طبعا كان عنده 4 ذهبيات اولمبيه في سباق 5,000 و10,000 متر. وكان في كلام بالاتهامات ان كل واحد فيهم سرق حاجه وكلام كتير كده زي ما حضراتكم شايفين، واضح ان الاثنين بسم الله ما شاء الله الاثنين
يعني وحوش جوه وبره حلبة السباقات. طيب وصلنا مع حضراتكم للفقرة المهمة جدا واللي دايما حضراتكم تتابعوها ودايما